كتاب قصصي لطيف للأديب المصري المشهور الأستاذ توفيق الحكيم اسمه أرني الله، بيحكي عن قصة طفل كان أبوه بيحبه جدا ودايما كان يكلمه عن الله. ففي يوم الطفل الصغير بيسأله بيقول له: الله اللي انت بتكلمني عنه الجميل اللطيف ده ممكن أشوفه؟ فتفاجئ الأب بسؤال ابنه وقال له: أنا ما شفتوش. قال له: طب ممكن تشوفه وتوريني الله؟ فالأب احتار جدا وقعد يسأل الناس، فالناس سخروا منه إنه إزاي عاوز تشوف الله. فراح لرجل ناسك في المدينة وسأله: أريد أن أرى الله. فقال له: محدش يقدر يشوف الله، لكن ممكن تختبر جزء من محبة الله. قال له: قد إيه الجزء ده؟ فالمهم في النهاية الراجل الناسك قال له: ممكن ذرة صغيرة جدا من محبة الله. فقال له: طب صلي لأجلي أني أنال هذه المحبة الكبيرة. واختفى الراجل بعديها، قعدوا يدوروا عليه لغاية لما عرفوا أنه في مكان ما خارج المدينة. راحوا يكلموه، لقوه في حالة ذهول، مش عارف يتكلم مع الناس. فراحوا للناسك قالوا له: إيه اللي حصل للراجل؟ قال لهم ببساطة: لقد ذاق ذرة صغيرة جدا من محبة الله، فكم يكون لو رأى الله نفسه. أرني الله هي صرخة البشرية كلها. لما موسى النبي وقف يقول لله نفسه: أرني مجدك، في سفر الخروج الإصحاح 33، وكانت صرخة في لبس لما قال للمسيح: أرنا الآب وكفانا، أريد أن أرى الآب. فالمسيح بصله معاتب ليه كده وقال له: يا فيلبس، معك كل هذا الزمان ولم تعرفني؟ أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. دي كانت صرخة البشرية كلها: نريد أن نرى الله. في قصة لطيفة لأحد الأدباء الروس بيتكلم عن قصة رمزية أنه شخص قرر أنه يطلع يشوف الله، ابتدى يسأل عليه، فراجل قال له: الله يسكن فوق جبل عالي جدا. فراح الراجل علشان يشوف الله، وابتدى يفكر: لما أشوف الله هقول له إيه؟ شكله هيكون إيه؟ المكان اللي عايش فيه إيه؟ وهو بيفكر كان الله في نفس التوقيت بيفكر إنه ينزل مع الناس، ينزل مع الشعب اللي خلقه علشان الناس تدرك من هو الله. وبينما الرجل يصعد الجبل ليرى الله، كان الله ينزل من الاتجاه الآخر علشان يعيش مع الناس. الله لم يره أحد قط. والسؤال: هل يستطيع إنسان أن يرى الله في لاهوته؟ إطلاق، لأننا لو حصرنا الله فيما تدركه فقط عقولنا صار الله محدودا، لأننا سنحصره في نطاق عقلنا المحدود. لكن هل يقدر الله أن يرينا ذاته بالقدر اللي إحنا نستطيع أن إحنا نحتمله؟ بكل تأكيد، وده اللي أعلنه إنجيل يوحنا، قال: الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو أعلن. فالمسيح صورة الله غير المنظور، صار منظورا بالقدر اللي إحنا نستطيع كبشر أن إحنا نراه. هو ده اللوجوس، الكلمة. الكلمة في اليوناني معناها اللوجوس في التفسير والمعنى اليوناني لها أن المعرفة العظمى، شخص الله صار شخصا يمكنك التواصل معه. أضرب مثل بسيط: لو أنت عندك حوض سمك بترعى السمك، بتأكله، بتزبط درجة حرارته، درجة الضوء، لكن كل ما بتيجي تقرب من حوض السمك، السمك يخاف منك لأنك كائن كبير مرعب. الحل الوحيد علشان السمك ما يخافش منك وعشان تقرب من السمك والسمك يقرب منك انك تبقى سمكة، وده اللي عمله المسيح، انه صار شخصا يمكنك التواصل معه. لكن هل يقدر الله انه يصير بشر؟ بكل تأكيد، فهو القادر على كل شيء. لانه لو ما قدرش انه يعمل كده، ما قدرش انه يصير بشر، فهو ليس بقادر على كل شيء، وحاشا انه يكون الله غير قادر. فأنا وأنت لا نستطيع أن نصعد فوق نطاق عقلنا لنعرف الله، لكن هو
يقدر أنه يتنازل لمحدوديتنا دون أن يترك ألوهيته، فصار إنساناً بلا خطية وفي نفس الوقت لم يزل إلهاً، فهذه هي قدرته. لكن ممكن تقول يليق أن الله ياخد جسد بشريتنا ويأكل ويشرب، ومين اللي يقرر لله اللي يليق أنه يفعله وإيه اللي ما يليقش أنه يفعله؟ هل الأمور اللي خلقها الله للإنسان نجسة في حد ذاتها من أكل وشرب؟ حاشا، وإلا ننسب النجاسة اللي بنتخيلها أن الإنسان بيعملها لله الذي خلق هذه الأمور فينا. الشيء الوحيد الذي ينجس الإنسان هو الخطية، كما قال المسيح نفسه قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل الذي يخرج من القلب، ده اللي ينجس الإنسان. فالمسيح شابهنا في كل شيء من حيث بشريتنا، ما خلا الخطية وحدها. فالمسيح هو الصورة الجميلة للذات الإلهية، وده اللي يمكن الأستاذ الأديب المشهور عباس محمود العقاد كتبه في كتاب الله صفحة 150 لما قال إنه جاء السيد المسيح كصورة جميلة للذات الإلهية. أتى المسيح متجسدا ليعلن حب الله الفائق عن المعرفة البشرية المحدودة، أعلنوا لنا بصورة ملموسة مرئية علنية. فقديما عندما أعلن الله لشعبه في العهد القديم لما قال لهم أحببتكم يقول الرب في سفر ملاخي، فقالوا بما أحببتنا كيف أحببتنا؟ فكانت افتتاحية العهد الجديد الله بيّن محبته لنا، أعلن محبته لنا، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فالله أعلن نفسه لنا لكي ندرك عمق محبته لنا، ليس نحن من اكتشفناه أو اخترعناه، ولكننا قبلنا فقط إعلانه عن نفسه.